أخبار اليوم. لو هنتكلم على أداء حكومة محلب، أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا. الوحيد اللي شغال على مستوى البلد دي هو رئيس الوزراء محلب والرئيس عبد الفتاح السيسي. بقية الوزراء كلهم للأسف الشديد ما هم شغالين، قاعدين تحت التكييف، بين تكييف الوزارة عاجبهم اللي هي الله أعلم. يعني وزير الصحة الدكتور عادل العدوي، عملت لغاية دلوقتي المستشفيات بتاعة الحكومة كلها بتاعة التأمين الصحي للأسف الشديد فيها إهمال بنسبة 100%. إيه اللي اتغير بالنسبة للمواطن المصري من 25 يناير لغاية دلوقتي؟ انزل المستشفيات اللي موجودة في الحكومة كلها هتلاقي فيها اهمال، مفيش اي حد بيهتم باي حد خالص. للاسف انا شايف ان جميع الوزراء اللي موجودين على الساحه دلوقتي ما هماش شغالين ومش عاملين اي حاجه، وما شفناش منهم لغايه دلوقتي حاجه على ارض الواقع. والله ولا اي حكومه جت قبل كده ان هي شغاله، يعني لا محلب ولا غير محلب ولا اللي جاي ولا اللي رايح ولا اي حاجه. يعني طبعا مع تغييرها طبعا عملت ماذا حققت حكومه محلب؟ ولا اي شيء عملته، ولا 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 حد عمل بطاله، ولا حد شال البطاله، ولا حد عمل اي جديد خالص. كل اللي بيجي بوعود، عصام شرف جه واسمه ببلاوي جه ومش عارف وهشام جنديل جه ومش عارف، ما فيش حد. يا جماعه والله الحكومات مش الحكومات عبد المأمورة. والله هو في وزراء ما شاء الله شغالين حلوه، يعني زي الدكتور خالد حنفي شغال معانا زي الفل، في السيده زينب بينزل وبيشوف الاسعار والعيش والتومين وكل حاجه. محلب ما شاء الله عليه، قابلته كذا مره في مستشفيات الدمرداش والعين، واللي هي اللي قصادها ديت اللي هي عين شمس التخصصي، عامل شغل جميل. في وزراء بقى قاعده بقى دي ربنا بقى يعينهم ويشيلوهم بقى ما يشيلوهمش. انا شايفه ان في اتنين شغالين غير الرئيس بقى، ربنا يعينه علينا يا رب ويكفي شر المرض. بالنسبه لحكومه باشمهندس ابراهيم محلب، انا شايفينها يعني الى حد ما حكومه منضبطه، وحكومه بتحاول على قد ما تقدر ان هي توصل حاجات كتير للفقراء، ويعني بتعتني بالطبقه الدنيا والفئات محدوده الدخل. بس انا في بس بعض الملاحظات ان هي الفتره اللي فاتت، يعني انا حسيت زياده اسعار سولار، ما كانش وقتها خالص صراحه، ما كانش وقتها خالص. زياده برضو اللي هو ايه يعني الكهرباء 20% كل سنه، دي برضو ما مش وقتها صراحة. يعني لا، معجب بأدائها وأدائها متميز وفيها إنجازات وفي مشروعات كثيرة للشباب وحاجات جميلة خالص، في كبار وفي إنشاءات. المستوى الصحي بتاع المرضى تحسن، البطاقة الذكية بالنسبة للتموين، في إنجازات كثيرة. الراجل ما بينامش، بيصحى الساعة 6 الصبح في كل موقع مع الحدث في أي وقت، يعني ما بيسيبش أي، لو في أي حتة في أي حادثة في أي حتة اللي موجود في البه، من 6 الصبح 5 الصبح 5 الفجر اللي موجود فيه. وباقي الحكومه؟ والله شايف وزير التموين شغال كويس، يعني شغال كويس وفي يعني شغله باين. يعني هو شغال كويس، يعني بالنسبه للدكتور محلب، هو من يوم ما مسك بصراحه راجل كويس جدا، قبل الثوره او مع الثوره، والانجازات اللي حصلت في عهده وفي عهد الرئيس السيسي بصراحه انجازات كويسه جدا، وحتى اللي شعرنا بيها كلها. يعني احنا كنا بنعاني فعلا من حاجات، من نقص كتير قوي من ايام حسني مبارك. النهارده حسينا ان البلد بقت فيها مشاريع كتير، بقت اكثر من الاول، وحتى احنا حسينا بقى بالكهرباء. الكهرباء يعني احنا داخل شهر رمضان اهوت، واحنا في شهر 6 ما بقاش تقطع زي السنه اللي فاتت، زي 30/6 اللي قبل فاتت ده. ففي تحسين فعلا، البلد فيها احسن.